just ask him if he's got the fans for the engineers? Sometimes they work, sometimes they don't. That's why we need to get there. But you've got the fans. Imagine, like, keep the fringe outside. For me, us being here, us coming here in the very first place on the Dignity is crossing the line, is crossing the borders that have been created by Israel and reinforced by the European Union and America and allies of Israel that are perpetrating this siege. I think coming here is already crossing the line. And us interacting with people here and talking to people, whether we wear hijab or not, is making the connections that are necessary for solidarity and relationships. And I'm sure that actually, yani, us wearing these hijabs is, or me as a non-Arab, non-Muslim, wearing this hijab will bring me closer to the men and women that I'm talking to, because it will break down the association they have with foreigners being only maybe what they see on television or non-covered people. النصيب وين نروح على المشروع فوق عندنا يعني قديش الناس كان عنده الشغل هون يعني كانوا يعني الشغل والحركة هون مو طبعا يعني كانت الناس تعتمد اعتماد أساسي واعتماد على يعني على العمل في العديد من المصانع في المنطقة هذه بالتحديد يمكن قربنا من منطقة مخازن لمواد البناء للبيلدينج ماتيريال هذه كانت يعني اليوم فقدت الناس فقدت كثير من عملها ومن حياتها نتيجة الحصار والعمال ما في عندهم مجال انهم يعملوا بالمصانع فالناس صارت تلجأ ل يعني زي ما احنا شايفين هاي الدكان البسيطة تمام هاي صار يلجأ للوسائل البدائية يعني عشان تسير حياتهم يعني هذا إعلام للوكالة ولكن بده يصير في هناك توزيع إذا بتتوفر المواد شوف من إمتى واقف من أسبوع وحتى إشعار آخر يعني التاريخ مش معروف يعني الوقت مش معروف بسبب الحصار بسبب الإغلاق هذه هي المشكلة مين يصورها هذه برضو هاي خذها I think the image speaking for itself is very important because we read all the time about how there isn't anything, there isn't any gas, there isn't any food, that people are queuing up for bread, that there isn't any flour, that there's a crisis, that Gaza is on a drip feed from Israel, and to actually see this inactivity here, this frozen, suspended animation of this UN relief warehouse, I think is a very powerful image.
لما يكون اللهم صل على سيد محمد لما يكون في معنى في المسار والمعنى في الوسط كان شرينا خضرة نحطه في الثلاجة لأنه الثلاجة فاضية فيش فيها سوى إلا الخبز وكم حبة منظر شحدناها امبارح من دار أخوي أعطونا إياها عصبة أعملهن أكل للأولاد وما فيش غاز عصبة أعملهن إنهم سلطة نخرطها إلهم بندورة هيك نحشيها إلهم ولأنه ما فيش موجود ولا أي شيء في البيت والحمد لله على طول رضا. تفتح المعابر وتفتح كل حاجة لأنه وينتحر الاحتلال هذا ويصير الأمن ونحس إنه إحنا عايشين بأمان مش ببهدل ومشاكل وحماس وفتح وحاجات هاي. عايزين إحنا كمان نأخذ كل إشي بالنية وترجع لنا حقوقنا كاملة ونعيش زي أي بلد زي أي مواطن غير فلسطيني مواطن زي الأولاد الأجانب اللي بحقوا كل إشي بدهم إياه من زينا إحنا مش ماخذين ولا حاجة من حقوقنا وغير حق العودة طبعا. كانت المقاومة أثناء من ضرب الصاروخ كانت موجودة هان بس ضربت الصاروخ وجدت في البيت هم بفكروا فين كان المقاومة في البيت على سبيل ضربوا البيت بفكروا في مقاومة الله نجاهم يعني الله شاف لهم فيش حدا كان في البيت بس يعني زي ما انت شايف انا هيك بشوف انت ايش الوضع في غزة موجود حاليا هاي هاي البسيرة سامع كل يوم على الحال هذا احتمال يعني. يكون مثلا هذا اجتياح حق طاقة احنا بدنا العالم يتحرك لنا احنا ناس عقد الحال من الاخر سامع الزنانة بشوف حال هذا خير يعني الوضع صعب للغاية يعني اجتياح لقطاع غزة كان خد لك يعني من الحال هذا هي مرة وكل مرة بصير هيك بس المرة مش عارفين ايش فيه قنابل صوت هذا سيب وين الدخنة وين أيني Haida just called me. They're shelling the city near where he lives. It's been F-16s. A lot of confusion. People running around. So he said, wherever you are, stay where you are. But you know, we'll see. We should get going. Okay. Salam. إسرائيل على كل آل بني يهود يجعلهم يولعوا في نار جهنم قولي أمين شايف الشهداء شايف دمنا باقي عليك سيفل ديفنس انترناشونال This is the impact on civilians. They talk about precision bombing. They have no right to bomb anything here whatsoever, but they bombed a market. They bombed a children's playground. They've